طيب شيخ، بالنسبة لما يحدث مثلا في البوسنة والهرسك، نعم، العافين والمسلمين بعضهم يعني خرجت بعض الأشياء مثل أن مثلا النساء المسلمات البوسنيات يعني يقتل أنفسهم وينتحروا عندما يعرفوا أن يعني الكفار والصرب سيفعلوا بهم فاحش ويزنوا بهم، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز ولو في حالتهم يعني؟ لا يجوز. والحل ماذا يكون؟ أن يدافعوا عن أنفسهم؟ أي نعم. ولو أدى هذا إلى مثلا إلى الفعل الفاحش بهم؟ وهذا انتهى، بارك الله فيك الكلام. نعم انتهى الجواب. ولو